حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه انه اعور وانه يجيء معه بمثال الجنه والنار فالتي يقول انها الجنه هي النار واني انذركم كما انذر به نوح قومه